السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هناخدكم في رحلة دايركت على اليابان، وهنعمل كيكة الحليب. كيكة الحليب بأبسط المكونات ومتغمزة، حاجة تحفة موجودة في كل بيت على البوتاجاز. في 10 دقايق هتقدم حلو جديد لحبايبك في رمضان، وتدعو لأمي وأبي بالرحمة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض كيكة لذيذة وسهلة ومش محتاجة أي حاجة، مكونات أكيد في كل بيت. نقول بسم الله. اسمها كيكة حليب الرز. كيكة حليب الرز، آدي 40 جرام نشا، نشا عادي، وده 65 جرام جلوتين واس فلاور. دقيق الرز، دقيق الرز وايت رايس فلاور اللي هو جليتون واز رايس، تمام. ده بيبقى موجود في محلات السوبر ماركت الكبيرة، وممكن لو ما عندناش نجيب رز نوع نظيف ونضربه في الرحاية لحد ما يبقى بودر. وبعدين 40 جرام سكر، ذرة ملح، ذرة ملح، فانيليا، فانيليا سكر، وهنقلب الموضوع ده كله على بعض، كل الدراي ايتم مع بعضه. وبعد كده 240 جرام حليب، 240 جرام حليب فريش. موضوع بسيط جدا، وهنشوف تورتاية في منتهى الجمال. هنخلط كل حاجة على البارد زي ما انتم شايفين، كل حاجة على البارد الأول، دي أهم خطوة. لما كل المواد تتجانس يبقى دقيق نشا 40 جرام اللي هو الكورن فلاور العادي، جلوتين واز فلاور اللي هو دقيق الرز 60 جرام، ذرة ملح، ذرة فانيليا، ولو عندك فانيليا أسانس يبقى أفضل. انا مش بحب الفانيليا البودره في بعض الحاجات ما تبقاش كويسه. وذره بنحطهم على النار، وبعد كده بجيب النار هاديه على 4 فور. يعني ايه نار شمعه؟ اما تكون عندك انت في البيت على نار شمعه، وابدا اقلب فيهم. زي ما انتم شايفين بدا يبقى يتطبخ، فطبعا افضل اقلب باستمرار عشان ما يتحرقش، وبيعمل لمس يعني بيعمل تكتلات. افضل اقلب فيه لحد ما ايه كله يستوي. زي ما انتم شايفين كده خلاص، باخد العجينه اتاكد ان هي زي ما انتم شايفين استوت، دميتها كلها من الحله. كاني بعمل بابا. بعد كده هسيبها في وعاء عشان خاطر تجمد، هسيبها تبرد شويه. بعد كده وهي دافية هناخدها زي ما انتم شايفين كده بمعلقة، وهنقلب فيها، نكورها الحجم اللي احنا محتاجينه، ونرصها في بولة زي كده، وبعدين هنغطيها بفويل
حليب مكثف، حليب مكثف هنغطيها بيها او ننقعها فيها. طعم وشكل ملهاش حل. طبعا انتوا تقدروا تظبطوا المساحة زي ما انتوا عايزين والحجم كله بالمعلقة بالهنا والشفا.